لقد نسيت كل شيء في هذا العالم لا أريد منزلا ولا أريد سيارة فقط أريد أن أتعلم اللغة العربية لأنني أحب اللغة العربية كثيرا لأن اللغة العربية هي لغة كتاب الله ولغة رسول الله ولغة أهل الجنة اللهم ارزقني أن أتكلم باللغة العربية جيدا طيبا وحسنا أنتم الذين يحبون اللغة العربية ساعدوني أن أتعلم اللغة العربية جيدا اغفروا لي لو خطأت في هذا الفيديو